اهلا بيكم النهارده، وهنتكلم عن ملف شامل للرضاعه الطبيعيه في الحلقات دي. ويا رب دايما تكونوا مبسوطين معانا وتستفيدوا من الحلقات اللي هنقدمها لكم في الفتره اللي جايه. الحلقات طبعا اكيد كان لازم اول حلقه نبتدي فيها عن اهميه الرضاعه الطبيعيه وفائدتها للام والطفل. خلينا اقول كده مقدمه صغيره، لبن الام ده هديه من عند ربنا، بيديه للام وبيديه للطفل. طب ايه فوائده بالنسبه للطفل اللبن الطبيعي ده؟ يعني احنا مش غاويين نغتت على الام ونقول لها لا لازم ترضعي والبيبي لازق فيكي كل شويه وهيرضع بالليل، اكيد مش غاويين كده. لا، هو اللبن الام ده يعتبر معجزه من معجزات، هما بيقولوا في 7 معجزات، لا ده هو ده المعجزه الثامنه، لبن الام، لان كل يوم العلم فيه جديد وبيثبت حاجات ما كناش نعرفها فيه. لبن الاطفال اللي بترضع طبيعي اول فايده بيبقوا اكثر ذكاء، والاي كيو بتاعهم بيبقى احسن من الاطفال اللي بترضع صناعي. كمان لبن الام غني بالميونوجلوبولينز او الحاجات المحفزات للمناعه، دي الام بتنقلها لطفلها اللي هي عملتها طول حياتها، بتديها هديه للطفل اول 6 شهور. فعشان كده دايما نقول رضاعه طبيعيه حصريه اول 6 شهور عشان الطفل يستفيد من المناعه الكامله اللي الام بتهبها لطفلها في اللبن. كمان تالت فايده ده علاج رباني معقم كده نازل بدرجه حراره اللي محتاجها الطفل، معقم ما فيهوش كرسومه واحده. رابع حاجه ان الاطفال اللي بترضع طبيعي اقل عرضه للاصابه بالسمنه. خامس حاجه ان هو بتقل نسبه النزلات المعويه، لانك ما فيش بيبرونه تعقميها، ما فيش حاجات وقفت عليها دبانه، الحاجه وقعت في الارض فالبيبي يقوم واخدها. كمان اللبن الطبيعي بيقلل فرصة الإصابة بالحساسية الصدرية والحساسية الأنفية والإكزيما الجلدية. بقينا الأيام دي بنشوف أطفال كتير عندها حساسية صدرية، ده بسبب التلوث طبعا، وبسبب أن أمهات كتير ابتدت تتجه للألبان الصناعية. كمان لبن الأم فيه كالسيوم وحديد. هيقولوا لي طب ما احنا الألبان الصناعية حطينا فيها برضو نفس الحكاية، كالسيوم وحديد وكل الفيتامينات كمان. لا، الفكرة مش بس في وجودهم، الفكرة بقى كمان في امتصاصهم. امتصاص الكالسيوم والحديد 10 مرات اكتر من اللي في اللبن الصناعي. كمان بقى في حكمة الهية من عند ربنا موجودة، ان لبن الام بيتغير تكوينه مع عمر الطفل. يعني ايه؟ يعني لو الطفل مولود قبل ميعاده التكوين يبقى مناسب للطفل ناقص النمو، لو ما في 6 شهور غير، او تاني 6 شهور غير بعد السنة الاولى. عشان كده بلاقي امهات كتير بتبقى عايزه تفطم ولادها بعد السنة الاولى، بيقولوا لها دي صاحبتها تقول لها ده ابنك بقى قدك دلوقتي هترضعيه، ده لبنك بقى مية. لا، مفيش حاجة اسمها كده، المية ما فيهاش سعرات، لكن ده ربنا مكيفه بسعرات حرارية تتناسب مع عمر الطفل وتكفيه لحد سن 2. طيب الطفل كده استفاد، الام بقى ملهاش من الحب جانب، لا اكيد ربنا لازم يكافئها على التعب والمجهود اللي عملته مع ابنها، وكانت ساعدت في ان الهبة دي توصل للطفل. لقوا ان الامهات اللي بترضع طبيعي اقل عرضة للاصابة بالسرطانات بصفة عامة وسرطان الثدي بصفة خاصة، كمان اقل عرضة للاصابة بهشاشة العظام، كمان انها الام دي بتفقد وزن اسرع من اللي بترضع صناعي، لان دي بتستهلك 1000 سعر حراري كده مع الرضاعه. فطبعا دول بيساعدوا جدا في عمليه الحرق، وبترجع الام لوزنها الطبيعي لو محافظه على رضاعه طبيعيه حصريه 6 شهور، فاول 6 شهور بترجع لوزنها. كمان لبن الرضاعه الطبيعي بتخلي الرحم يرجع بسرعه لحجمه الطبيعي نتيجه افراز هرمون اسمه الاوكسيتوسين، ده بيتفرز مع الرضاعه وبطنها تنزل وما يبقاش فيه اي كرش. كمان اخر حاجه ان طبعا بيوفر الفلوس على الاب، لازم كان برضو يبقى فيه فايده للاب. وفي النهايه الرضاعه الطبيعيه بتحافظ على البوندنج والاتصال العاطفي بينك وبين طفلك، وبتؤدي الى علاقه مستمره عمرك ما هتنسيها مدى الحياه. اخيرا، لبن الام مش احسن من اللبن الصناعي، لا، الجمله دي معناها ان اللبن الصناعي ممكن يكون ليه فايده، لبن الام هو الغذاء الاوحد الامثل لطفلك ومفيش اي مثيل له. يا رب تكونوا استفدتوا ودايما ترضعوا وتفتخروا.